للسنة 28 على التوالي يلتحق محمد مساعي بالمعهد الثانوي بقلعة سنان لاجتياز اختبارات البكالوريا، ليكون بذلك أكبر مترشح لاجتياز الامتحان بولاية الكف. السما أولاد أولادي عدوا معي معناها. كيفاش تتعامل معهم توا هذوما التوكيل؟ شوف روحي التلميذ معهم شنو؟ روح تلميذ معهم عادي، شوف روحي عادي. محمد مساعي الذي تجاوز سنه 52 أجرى امتحان البكالوريا لأول مرة سنة 85-900 في ظروف غير الظروف الحالية، حيث انضافت إلى اختبارات شعبة العلوم التجريبية بعض المواد التي لم تكن مدرجة بامتحانات البكالوريا في ثمانينات القرن الماضي. برشا حاجات مثل الانفورماتيك ما قريتوش، مثل التربية التشكيلية ما قريتيش، البرنامج تبدل عليه شوية. خوض امتحان البكالوريا أصبح يمثل تحديا لمحمد مساعي الذي ظل يطارد شهادة البكالوريا لما يقارب 3 عقود من الزمن. والله نحب تعلقت به الباك، نحب نفخذها وكو، نحب نفخذها. يعني مسألة شخصية. مسألة شخصية، مسألة شخصية بين الباك. بين الباك. شوف روحي ناقص من غير باك ناقص. محمد مساعي هو صورة لقوة الإرادة التي قد تكون فقدت لدى عدد كبير من التلاميذ.